اكيد وحشتكم. ها، بحس ان الفلوجات ديت هي الحاجه الوحيده اللي بتقربنا من بعض. الحمد لله النهارده يعني ماشيين وسايبين نيروبي بعد فتره طويله من العناء بقى، عشان الخبر المهم اللي هقوله لكم دلوقتي ان احنا خدنا فيزا اثيوبيا. بعد عناء طويل الحمد لله قدرنا ناخد الفيزا. هحكي لكم قصتها باذن الله واحنا داخلين اثيوبيا في الفيديو بتاع الحدود، هيبقى قصة ازاي اخدنا فيزا اثيوبيا موجودة في الفيديو ده. نبدأ بقى نتحرك باتجاه اثيوبيا، بس يعني الطريق من هنا لهناك بعيد شوية، فهيبقى عندنا كام ستوب كده في الطريق. يعني هنروح دلوقتي، طالعين دلوقتي على مدينة اسمها يوكونامي، اسمها نيوكي. نيجي غششتني. مدينة نيوكي تبعد عن نيروبي حوالي 4 ساعات بالباص كده، واخترناها انها تكون الستوب الاول في طريقنا لاثيوبيا عشان هي مميزه بحاجتين. اول حاجه ان هي مدينه على خط الاستواء، وفيها نقطه كده ممكن تشوف خط الاستواء يمين وشمال، كده يبقى انت في الشمال وكده يبقى انت في الجنوب. رجل دلوقتي في شمال الارض ورجل في جنوب الارض، يعني مسيطر على الكون كله. المنطقه ديت مشهوره كمان بزراعه القات والمونوكا والكلام ده كله، فيبقى يعني حاجه ممتعه كده ان لو قدرنا نشوف بقى الحقول بتاع الكلام ده، عشان هي صناعه كبيره جدا هنا. بقى بدات تهل من هنا محطه الباص، يعني موجودين هنا كلهم، يا دوبك ينزلوا من الميكروباص يقعدوا هنا يبيعوا ويروحوا على طول. صباح الفل. هير اور كوتش سيرفينج هوست فينسنت. انا حلو كان موجود هو في نيروبي هيروح معانا على طول، فقابلناه دلوقتي نطلع بقى عنده على البيت عدل. يا رب بس يبقى الطريق مش مكسر. الباع في الجزء ده شكلها خلابة جدا. تخيل ان ده كده طريق في وسط المدينة، يعني تخيل كده تروح مدرستك كل يوم الصبح، تروح شغلك، تعدي من الطريق ده، يعني مفيش اجمل من كده، حاجة كده تنسى بيها نفسك. احنا دلوقتي في اكتر مزار تاريخي فيك على مستوى الارض كلها، كأنه زور حاجة مش موجودة. المفروض دلوقتي واقف على خط الاستواء يا جماعة، الخط اللي قاسم الكرة الارضية نصين، اللي مش عارفين هو حقيقي ولا هو خط لازم نصدقه عشان هم قالوا لنا انه حقيقي. يعني انا اعمل كده اعمل كده، رجل دلوقتي في شمال الارض ورجل في جنوب الارض، يعني مسيطر على الكون كله. في بعض النظريات سمعت عنها قبل ما اجي هنا، ان انت لما تحاول تعمل الحاجات ديت هيبين لك الجزء الشمالي من الارض والجزء الجنوبي من الارض، ودي شويه حاجات كده بتتعامل بالميه مش عارف ايه، فنحاول نعملها لكم دلوقتي فخليكم معانا. We are the famous more than the equator. بعد ما خلصوا معانا بقى رايحين ياخدوا صور مع الاكوادور. دلوقتي بقى دومينيكا تعمل سيرش عن النظريه بتاعت اللي هو خط الاستواء ديت، هتشوف بقى يعني ايه ازاي نعمل النظريه ديت، ونحاول نجربها دلوقتي لايف يا جماعه. هنعمل دلوقتي خرمه في الكوبايه ديت. المفروض ان احنا هنحط ميه في البتاع ديت، وعملنا خرم من تحت كده عشان الميه تعمل دوامه، وبعد كده هنحط عود كبريت. المفروض ان هو لما نحط عود الكبريت ده يعني في شمال الارض هيتحرك اتجاه، وفي جنوب الارض هيتحرك في اتجاه، وفي وسط الارض بالظبط يعني على خط الاستواء بالظبط المفروض انه ما يتحركش. المفروض ان احنا دلوقتي على خط الاستواء بالظبط ما بين العمود بتاع العلامه ديت، فهنحاول نحط الميه جوه، ولما نحط عود الكبريت المفروض انه ما يتحركش خالص، فهنجرب دلوقتي نحط المايه. المايه دلوقتي بتنقص اهي، هنحط عود الكبريت. وقفت بالظبط على وقفت بالظبط على خط الاستواء، مش راضيه تتحرك. كريزي. دلوقتي نجحت التجربه على خط الاستواء بالظبط، والعود ما اتحركش ووقف على خط الاستواء بالظبط في اتجاه خط الاستواء. فنشوف دلوقتي على الجنوب والشمال هيبقى عامل ازاي. احنا دلوقتي موجودين على في شمال الكرة الأرضية، المفروض إن احنا دلوقتي لما نحطها عود الكبريت هيتحرك في اتجاه مخالف
للاتجاه الجنوب. لقينا دلوقتي اطباق حطنا هنا مخرومه وبتاع وجاهزه بتديك مساحه اكبر عشان تعرف تشوف التجربه ديت بشكل يعني ادق، وفيها الخرم موجود هنا اهو. فهنجرب بقى ايه في الشمال وفي الجنوب. Now it's not clockwise. Okay. Let's see the other side. دلوقتي موجودين على جنوب الكرة الأرضية بقى، وهنجرب التجربة دي. Yeah, to which direction? Clockwise. With the clock, huh? دلوقتي العود بيتحرك في اتجاه الساعة، الجنوب بيتحرك في اتجاه الساعة، والشمال بيتحرك في عكس اتجاه الساعة. How do you feel now in the equator? So hot here in the south. Go to north. And there. بقى شوية معلومات صغيرة كده عن خط الاستواء. خط الاستواء موجود في 11 دولة بس، يعني النقط اللي موجودة ورايا ديت قليلة جدا في العالم. يعني لما تعرف نفسك في دولة موجودة فيها خط الاستواء لازم تروح. طول خط الاستواء 4000 وشوية كيلومتر، غالبا 80% من خط الاستواء موجود في المية، و20% موجود في الأراضي. وأكتر دولة مسيطرة على خط الاستواء هي إندونيسيا. نحب نسلم على محسن ونقول له محسن روح زور خط الاستواء طالما أنت في إندونيسيا، وورينا كده أنت هتعمل إيه. أوكي يا إن. عملنا هيتش هايكنج بقى عشان نرجع مدينة نانيوكي تاني بعد ما جينا مشي حوالي 40 دقيقة من المدينة. فيعني كويس يعني وفر فلوس ونعمل صحاب. دومينيك كينج الهيتش هايكنج. كوين كوين. هاشتاج فيمينيزم. الحمد لله الفيديو اترفع في وقت قياسي. الفيديو اللي رفعته ده حوالي 2 جيجا، خد حوالي من 10 ل 15 دقيقة. يعني انترنت ما كنتش متوقع ان يكون في السرعة والحلاوة دي. بس متأخر انا كمان في الفيديوهات شوية، جينا هنا عشان نرفع الفيديو ده عشان نخطط كمان لأثيوبيا، وعشان كنت مفروض ان انا اشتغل شوية بس بقى ايه عبال ما رفعت الفيديو وارد على كومنتاتكم واشوف ردود الافعال، عشان الواحد ما بيعرفش يرتاح غير لما بيشوف رد فعلكم ايه عاملة ازاي وبتاع. يعني الواحد بيبقى فرحان جدا لما بيشوف ان انتوا بيعجبكم الحاجه اللي الواحد بيقدمها. الحمد لله يعني عرفنا الخطه في اثيوبيا هتبقى شكلها عامل ازاي، مش تخطيط ممل. فهمنا الشكل العام هيبقى شكله عامل ازاي. شكل اثيوبيا هتبقى جامده جدا باذن الله. يعني دومينيك دايما هي المسؤوله عن التخطيط، يعني بتحب ايه استاذ التخطيط. معاه الكتاب ده الرحله من اولها لاخرها مكتوبه في كتبه. This is the extension. Want to know my private secrets? See. Read this book. Maybe somebody will read German.